اليوم راح نتكلم عن طريقة تشغيل المالتي باد في ياماها 5000. المالتي باد عادة هي بتكون عبارة عن أرضيات، ممكن إذا أنت بدك تقسم، إذا بدك مثلا درام كيت، مثلا خشابة، زقفة، زاروطة، بس عادة بيستخدموها للتقسيمات. مثلا هون بشتغل ستوب، فإذا بدي أشغل المالتي باد طريقة، بروح بعمل سيلكت وبروح وين موجودة، مثلا أنا مخزنها على اليوزر، بختار المالتي باد اللي بدي إياه، وتحت باجي هون بشغلها. طبعا كل واحدة بتعطيك أرضية. هون ستوب توقفها، مثلا في اذا بدك انت سقف، مثلا هي مثلا خشابيات مثلا جوبي، فهذا هو شغل الحي خشابة. بتيجي مع الإيقاع، مرات بيستخدموها مثلا ربع، بس عادة تكون هي التقاسيم. هذا هو شغل المالتي باد. إذا المالتي باد طريقة تشغيله، بروح سيلكت وبختار من المالتي باد، نشوف بريزنت، مثلا عندك هون مالتي باد عندك للشركة، هذا المالتي باد تحصلهم بالبريزنت. أما إذا بتكون جايبهم من برا، عادة بتكون على اليوزر أو على اليو اس بي، فاختارها وبروح بشغلها منها. هذه هي طريقة تشغيل مالتي باد، يعطيكم العافية. طبعا هون اب على اساس تنزل على الفولدر اللي قبله، اكزيت اساس تطلع الشاشة الرئيسية. ممكنك تشغلها كمان من الشاشة، هون عندك مالتي باد، تفوت عليها دخلك على المالتي باد بشكل مباشر. هاي دزة مثلا، هي عدة اشكال من المالتي باد، فهي بتكون مرافقة للإيقاع أو مرافقة للعزف بشكل عام. يعطيكم العافية.